بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعة الشقة دي غرفة وصالة، شقة جميلة وظريفة. هنا ديت الدولاب عشان تعلقوا الجزم والدولاب، والجزم تحت تعلقوا الجواكيت وكل حاجة. ده الممر، الحمام، وده الدش، وده الغرفة. الغرفة كويسة على فكرة، مش صغيرة ولا حاجة. ومنورة. الصالة، وفيها المطبخ اللي في الصالة هنا. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة دي غرفة وصالة وحمام والمطبخ الظريف ده، عايز اقول على حاجة حلوة قوي. الشقة دي تنفع لمين؟ لواحد عايش لحاله، او لزوج وزوجته يكونوا كده عايشين شهر عسل، والشقة ما شاء الله جنبيها محطة الاتوبيس اللي بتروح وسط البلد، الفاتح امينونو، اي مكان انتوا عايزينه من المترو تروحوه. المترو هنا 5 دقايق مشي، 7 دقايق مشي للمترو هنا على طول، اي مكان في اسطنبول. وعلى فكره في مول اسمه مول فايلاند، اللي هو الاسم الجديد اسطنبول، هتشوفوه في الفيديو كمان في نهايه الفيديو ده. في محلات للملابس، مطاعم، ملاهي للاطفال. وكمان المنطقه دي منطقه حلوه قوي، تعرف ليه؟ علشان عاليه. عاليه يعني ما معنى عاليه؟ يعني نسبة الهواء فيها أحلى حاجة، كده الهواء يرد الروح. دي حاجة. تاني حاجة بالنسبة لسعر الشقة كام؟ 350,000 ليرة تركي. وهنكون معاك إن شاء الله لغاية ما تستلموا الطلب. الطلب تستلموه في 3 أيام بس، خلال 3 أيام الإجراءات بنعملها. أنا أقول لكم إيه الإجراءات دلوقتي. وعلى فكرة هنا ده مجمع، يعني في حراسة وفي جراج لكل سيارة ليها المكان بتاعها. يا جماعة دلوقتي الشقة عجبتكم، دي لأي شقة هنا عايزين تشتروها وكده، ايه اللي بيحصل؟ الشقة خلاص كأني أنا الزبون، الشقة عجبتني، بنعمل ايه؟ بنتصل بشركة التقييم، شركة تقييم خاصة تابعة للحكومة، بتيجي بتقيم الشقة، وفي خلال 24 ساعة بيطلع التقرير. بعد ما ناخد التقرير على طول، تاني يوم على طول بنروح الطابو وبتاخد الطابو بتاع الشقه ان شاء الله. بس طب بالنسبه للفلوس تدفعوها امتى؟ في اليوم اللي انتوا، في اليوم، في الساعه، في اليوم اللي انتوا بتاخدوا فيه الطابو بتاع الشقه، بتدوا الفلوس للمالك بس. واحنا هنكون معاكم ان شاء الله، ويا رب يحفظنا ويحفظكم، وبنحبكم جدا، ونشوفكم قريب في تركيا ان شاء الله. الشقه دي في الدور الكام؟ في الدور السادس. على فكره في المجمع ده ما شاء الله في غرفتين وصالة، يعني السعر 490,000 ليرة، 500,000 ليرة. بو أردا بي دايرة سنددين إيك أرتبر جمال تشين دارد هانكر
Onu 450'ye verebiliyoruz. 450 hangi kattan kanka? 5. kat. 5. kat. O fırsat. Acil tamam. Paraya ihtiyacı var. Şufu fi şaka fi dur 5 ve fi tumusala fırsa الراجل هيبيعها على 450,000 ليره. هتشوفوا الفيديو ده ازاي؟ هتشوفوه في قناتي على اليوتيوب. ولو ما لقيتهوش ابعتوا لي رساله على رقم الواتساب بتاعي وقول لي علي ابعت لنا الفيديوهات وابعت لكم الفيديو ده. بحبكم جدا ونشوفكم قريب في تركيا ان شاء الله. علي جمال اسطنبول تركيا. مع السلامه. ده يا جماعه الخارج اهو. المجمع عبارة عن بنايتين. بوريكم انا المدخل دلوقتي. انا لسه فاتح المدخل. دلوقتي يا جماعة من البيت للمول شايفين وصلنا كل حاجة موجودة هنا. من البيت بقى للمول دقيقة. دلوقتي احنا رايحين المول يا جماعة. شايفين المطاعم المول يا جماعة. İstersen görelim mi çıkıp gideceğim. Tamam. Yürüyerek gidip yavaş yavaş bayram koyacağım. Da cema al mula hu. المول اللي جنب شقتكم بدقيقة واحدة بالعربية. 3 دقايق مشي. شايفين بسم الله ما شاء الله. Tarafı gidelim çünkü güneş. Tamam. Öbür tarafa döneceğiz. Tamam. Burası mağazalar. Bir de çocuk bölümleri var. Bayland'ı gerçi herkes bilir. Güneşte şey yapmıyor değil mi? Anne. O zaman eğer öyle diyorsan. Ha böyle gidelim. Ali acıkmadın yemek yiyelim. Hani sana aslında. Bak o Dubai'nin bir sokaktası. Bak Dubai'ye. Nerede? Aa. Thank you.
gitara? Ben seni gideceğim. Paylaşmak istiyorum. Sırtı paylaşsak. Tamam. Evet. Neredeki neyi peki? Tamam. Tamam canım. زي ما احنا شايفين يا جماعة ما شاء الله هنا دي هو احنا عايزين ايه يكون ايه جنب شقتنا مكان نتسوق فيه احنا واولادنا واسرتنا نشتري الملابس ناكل في احسن المطاعم وباسعار كويسة شايفين يا جماعة يقول لك هنا في ان دريم يعني 50% خصم كل بالاسر الاسر هنا بيجوا هنا شايفين الملابس وكده فانا شايف بسم الله ما شاء الله فرصه كبيره جدا شايفين عرب كتير هنا بيتسوقوا يعني انتوا اللي يقول احنا عايزين نروح المول الكبير هنا في كل حاجه ما شاء الله نرى يجد جز؟ كل ده يجد جز لفين طرف ده خمير اها وفين ده خميرة ده يجد اه بقوا ينقشن ينقشن شوفوا يا جماعة هنا حتى هنا في المجمع شايفين البنوك بنوك وهنا ملاهي للأطفال شايفين دي ملاهي للأطفال كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا احنا نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شيء جميل جدا الحقيقة ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد والجماعه وقفونا صيتا ما حسينا بغربه ما حسينا بشيء حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي مشكورين كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كل جهاتها ألف شكر لك أستاذ علي وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا تحياتنا لكم ألف مبروك ألف ألف مبروك على الطابة الله يبارك فيك أخوي علي أنا شاكر ومقدم لك والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله
ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين، صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريك التركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريك التركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملون وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلافندر، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع السار علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية ويا مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا وتحديداً إلى إسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جت على أرض الواقع.
هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره هو يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني، أنا أول مرة لي هنا في إسطنبول مع الأخ علي جمال في إسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه، وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلنا على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على المكان زراعة الشعر. تاني يوم وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية يوم 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على عملية. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي. يعني أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية مكانه، هل مكان امين
مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات. دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو. يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو، صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة، جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة، كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة. وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نوكولي، كويس؟ بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة، كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابوا الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.